السلام عليكم. الفيديو ده بقى نتكلم فيه عن الفانكشنز، نعمل بيها ايه ونستفاد منها ازاي. اول حاجة، لو انت عندك بلوك اوف كود تمام وعايز تيجي تنفذها، تمام، مفيش طريقة قدامك غير ان انت تعمل فانكشن، حاجة تستدعيها تنفذ لك البلوك اوف كود دي كلها. طيب، بنخزن الفانكشن في ايه؟ في العادة في لغات البرمجة التانية بتكون ضمن كلاس، تمام. هنا بقى لا، بتكون ضمن ايه، ملف. يعني انت بتخزن كل فانكشنز في ملف لوحدها. يبقى ده اول معلومه عندك، تخزن الفانكشن في ملف لوحدها. طيب، شروط تسميه الفانكشنز بتكون ايه؟ نفس الشروط بتاعت الملفات والفاريبلز اللي احنا قلناها قبل كده بالظبط، تمام. ضيف عليهم حاجه تانية، لازم اسم الفانكشن يكون نفس اسم الملف. يعني لو اسم الفانكشن هي مثلا فان مثلا، فالملف اللي هتتحط فيه لازم يكون اسمه فان دوت ام، نفس الصيغه بتاعت الاي ام سكريبت اللي احنا قلناها قبل كده. ولو لايف فانكشن نفس الفكره بتاعت اللايف سكريبت، هي بالظبط، بدل دوت ام هتبقى دوت ام ال اكس، تمام. نفس اللي بتعمله هنا هو اللي بتعمله هنا، بس الفرق ان انت بتشوف نتيجتك ايه فورين وتحط النتائج تحت بعض او تحطها على اليمين زي ما اتكلمنا في اللايف سكريبت قبل كده. يبقى دي اول حاجه لازم ايه نعرفها. ينفع احط اكتر من فانكشن في ملف واحد؟ اه ينفع، بس اول واحده فيهم لازم تكون ايه، الاسم بتاعها نفس اسم الملف. اللي هيجوا بعدها بقى تمام اسمهم ما يكونش نفس اسم الفانكشن الاولانيه ولا يكون نفس اسم الملف، تمام، لازم اسمهم يكون مختلف. طيب، ينفع تحط اكتر من فانكشن في ملف واحد؟ اهو عادي. طيب، دول بيسموا سب فانكشن، سب فانكشنز، تمام. عندك حاجه تانية اسمها نستد فانكشن، تمام. كلمه نستد ديت لازم تفهم ان عشان في حاجه اسمها نستد فانكشن وفي حاجه اسمها نستد كلاس، وزي ما خدنا نستد اف الس، فالفكره كلها ان انت بتحط حاجه جوه حاجه فبتبقى اسمها نستد. يعني دي فانكشن، تمام، انا حاطط جواها فانكشن تانية، فاللي جوه دي اسمها نستد فانكشن، تمام. فكرة ان النستد فانكشن عن السب فانكشن ايه؟ النستد تقدر توصل للفاريبلز اللي انا معرفهم هنا، دي فكرتها. يعني ان انت كل الحاجات اللي معرفها هنا يو في مش عارف ايه، هنا تقدر بس تستخدم يو في عادي، تمام. يبقى اقدر استخدم بتوع البيرنت اللي هم المين فانكشن، تمام، داخل الايه النستد فانكشن. طيب، دي فكرة الايه النستد، يعني انت بتعملها ليه اصلا. طيب، دول بقى دول فانكشن منفصلين بتقدر تستدعيهم داخل الملف، يعني بقدر استدعيهم هنا، تمام، لكن دول ما يقدروش يوصلوا للفاريبلز اللي هنا، ما لهمش علاقه ببعض. هي يعني الفكره بس ان انت بتبقى حاطط كذا داله تحت بعض بحيث ان انت تستدعيهم في المين فانكشن الايه اللي فوق، تمام. طيب، فدي لما انت بتيجي تستدعي الام سكريبت دوت في الكوماند زي ما خدنا قبل كده بينفذ دي، تمام، فانت بتبقى مستدعي دول داخل دي فبتنفذهم كمان، لو ما استدعيتهمش هنا مش هيتنفذوا. وصلت الفكره؟ مش كده، لازم دي هي اللي اسمها يكون نفس اسم الايه الملف، وما ينفعش مثلا تحط دي هنا تمام واسمها مش نفس اسم الملف وتاخد دي تحطها هنا اللي هي اسمها اسم الملف. لا، لازم اول واحده يكون اسمها اسم الملف والباقيين يكونوا اسمهم اسامي تانيه، تمام. فدي الفكره العامه للفانكشن. اللي بقوله هنا يتطبق على الام سكريبت، يتطبق على اللايف سكريبت اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، هو بالظبط، تمام. عرفنا الفرق ما بين السكريبت العادي واللايف سكريبت، تمام. طيب، دي كده ايه الفانكشنز. تعالى بقى نبتدي نشوف هنعرفها ازاي. اول حاجه لازم اعمل سكريبت تاني، ده الفولدر اللي احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت. لا، مش عايزين نيو فولدر، عايزين نيو فايل. هنقول له هنا فانكشن وفي لايف فانكشن، اللي بنعمله هنا هو اللي بنعمله هنا بس احنا خدنا الفرق يعني. فهنقول له ناين نيو فانكشن، هسمي اسم الفانكشن بتاعتي هنا. فهاجي اقول له مثلا ستارت مثلا. طيب، وبعد كده ادوس على دبل كليك عشان تفتح لي هنا. اهو هو عامل لي كل الكلام دوت. اشيل بس الفولدر ده. delete. طيب، هو بيعمل لك دول باي ديفولت. نبتدي بقى نشوف الجيومتري بتاعت الفانكشن دي بتكون عامله ازاي.
عندك على الشمال هنا دول طول الاوتبوتس، انت عايز الفانكشن ديت يبقى ليها كام اوتبوت، تمام؟ ودول الانبوت، انت عايز الفانكشن ديت يكون لها كام انبوت. يعني وانا بستدعي الفانكشن دي من هنا اقول له ستارت مثلا، تمام؟ اللي انا هحطه هنا ده هم دول الانبوتس بتوعي، تمام؟ فلازم احط ايه، حاجتين اهو، وافصل ما بينهم بفاصله اهو، حاجتين، تمام؟ هدول الانبوت بتوعي، واحد ده هيتخزن في انبوت ارج واحد، واتنين هتخزن في انبوت ارج اتنين. طيب الاوتبوت بتاعي بقى الفانكشن ديت هترجع لي ايه؟ هبيكتبه هنا على الشمال، تمام؟ تحط هنا يساوي، بتدي له بقى اسم متغير، اقول له مثلا اكس واي، تمام؟ اكس دوت هياخد قيمة اوتبوت ارج واحد، واي هياخد قيمة اوت ارج اتنين. هي دي الفكرة العامة لطريقة حط الاوتبوتس والانبوتس، تمام؟ طيب لما انت كنت بتيجي تقف على اي فانكشن وتقول له الهنت بتاعها او تجيب هيلب بتاعها او حاجه، فكان بيجيب لك شويه كلام، الكلام دوت هو الكومنت اللي محطوط هنا، تمام؟ فممكن ايه تحط الكومنت دوت وتقول له هيلب للفانكشن بتاعك، وهو هيجيب لك الايه هيلب ليها، تمام؟ ما علينا يعني دلوقتي، تعال نشيل الكلام ده كله ونبسط بقى اللي احنا كاتبينه هنا. هنقول انبوت واحد وانبوت اتنين، وهنا هعمل حاجة سيمبل كده، هقول مثلا اوت واحد هيساوي ان واحد، واوت اتنين هيساوي ان اتنين. يعني كل اللي انا عملته هنا ان انا اللي خدته وديته هنا على طول، تمام؟ اهو تعالى نطبع دي، اللي انا بعته هنا تخزن لي في اوتبوت واحد، وانا هنا بخزن قيمة اوتبوت واحد في اكس. طيب افرض انا عايز الواي، تمام، ومش عايز الاكس. يعني انا يعني انا لو جيت كتبت كده، تمام؟ لما انت بتيجي تكتب كده مش بتحدد له الاوتبوت بتوعك، تمام؟ هو باي ديفولت بيجيب لك قيمة اول اوتبوت عنده، تمام؟ باي ديفولت اهو جيب لي الواحد. حتى لو جيت قلت مثلا اكس تساوي ستارت مش عارف ايه، ستارت واحد اتنين، تمام؟ اهو هيجيب لك برضه اول واحده. طب انا عايز الواي بس، يعني اللي فاتت ديت اللي هي دي، وانت لازم اقول له الاكس الاول، ما ينفعش اجي اقول له الواي على طول، تمام؟ طب والحل ايه؟ قال لك بسيطه، تيجي تعمل ديسكارد لاول ايه، اول ديسكارد يعني انت بتطنشه يعني من الاخر، فبتعمل العلامه دي اللي هي حرف الزائد شيفت، وتدوس على حرف الزائد، تمام؟ هيجيب لك قيمه الايه الواي بس. يبقى دي اول حاجه عندك، حتى لو عندك اكتر من اوتبوت هتعمل لكل واحد فيهم انت مش عايزه ديسكارد، تحط العلامه دي. ده اول حاجه ايه عرفناها. طيب تاني حاجه لازم تاخد بالك منها، او تاني حاجه انت المفروض تسالها لنفسك، افرض انا عايز احط، انا ما اعرفش عدد الانبوتس اللي اليوزر هيدخلهم، تمام؟ بس انا عايز اتفاعل مع الانبوتس اللي هو هيدخلهم، وانا ما اعرفش عددهم قد ايه، تمام؟ ما اعرفش هو هيدخل مثلا زي ما كنا بندخل السايز كده لما نيجي نعرف حاجه زي راندوم مثلا، لما كنا بنيجي نكتب، تمام؟ لو اديته 2 بياخد يعمل لك اري 2 في 2، ولو اديته 2 3 بيعمل لك اري 2 في 3، وهكذا. عايزين نعمل حاجه زي كده. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنيجي هنا نستخدم حاجه اسمها variable argument، تمام؟ ده تقريبا عاملها هنا في ملف من الملفات دول عشان مش عايز اضيع فيها وقت. عاملها هنا. هنا دي بتعمل لك ايه؟ تاخد لك variable number of argument، تمام؟ ايه الارجمنت دلوقتي؟ لما انت بتيجي تعرف، والكلام ده ثابت في اي لغه برمجه، وانا داخل الملف اللي انا بكتب فيه الكود بتاعي، تمام؟ فباجي اقول ايه الميثود بتاعتي هتاخد، او الفانكشن بتاعتي هتاخد بارامترز اللي انا بحطه هنا، بقول مثلا انت، وبقول اسم البارامتر دوت ايه مثلا، يبقى انا قلت هاخد variable من نوع انت واخزنه في حاجه اسمها ايه عشان استخدمه داخل الكود بتاعي زي الفل. التاني هقول مثلا بايت
تمام بي. طيب بايت بي دوت متغير تاني غير الاي، هيتخزن هياخد البارامتر التاني. ايه بقى البارامتر ده؟ هنا وانا داخل الكود اللي انا بكتب فيه، داخل الملف اللي انا بكتب فيه الكود بتاعي، وانا بعرف الميثود او الفانكشن ده بيتسمى بارامتر، تمام؟ وانا بستدعي الفانكشن او الميثود، تمام؟ يعني وانا بقول مثلا sum وبودي له ايه، اول حاجه بديها له كده، ده بيسمى ايه، argument، تمام؟ تاني حاجه argument برضه، تمام؟ يبقى وانت بتستدعي الفانكشن او الميثود اللي انت اوريدي عرفتها، تمام، اللي انت بتبعته دوت، ده اسمه argument، تمام، وانت معرفها ده اسمه بارامتر. يبقى لازم تاخد بالك من المصطلحات دي، ثابته معاك في جميع لغات البرمجه، تمام. argument والتاني اللي فوق دوت ايه، بارامتر. يبقى ده كده على بعضه اسمه بارامتر وده اسمه ايه، argument. طيب نرجع بقى هنا، فانا عندي variable number of argument، انا ما اعرفش اليوزر هيدخل لي كام argument، تمام، ممكن مثلا يدخل لي 3 4. طيب الارجمنت دول، فبتيجي تستخدم ديت، دي معناها variable number of argument، تمام، ودي variable number of out. طيب مش شرط تستخدم الاثنين مع بعض، ممكن تستخدم دي بس، ممكن تستخدم دي بس، ممكن تستخدم الاثنين مع بعض عادي خالص. طب تعالى نشوف ايه فكره ال variable number of argument. دلوقتي انا هدخل كذا متغير، تمام، اهو هنا نعمل argument، هاجي هنا على دي تيست. طيب هدخل متغير واحد واثنين وثلاثة وهكذا، حلو. المفروض بقى ايه اللي يحصل؟ المفروض ان هو هياخد الاول ارجمنت انا بعته ويخزنه في اول ارجمنت هيطلع، تمام، اللي هو الاوتبوت، وتاني واحد مع تاني واحد وهكذا. لاحظ ان انا مش حاطط براسيز اللي هي الاقواس، تمام، حاطط حاجه اسمها كيرل بريسز. الكيرل بريسز دي بتتحط مع الفاريبل ارجمنت دوت، ليه؟ لان هو سيل اري، وانا ما شرحتش السيل اري فمش هتعمق فيها. الفكره بس ان انت بتكتب الاندكس بتاعك تكتبه في كيرل بريسز بدل برانسيس، تمام، فمش موضوعنا ايه السيل اري دلوقتي. طيب يبقى انا هنا هبعت واحد واثنين وثلاثه، طيب عايز ارجع بقى الاوتبوت بتوعي، هرجعهم في اكس واي زد مثلا، اهو اللي انا بعته اتبعت لي هنا. طب لو جيت عملت كومنت على دول هيديني ايرور، هيديك ايرور ليه؟ لان الفاريبل ارجمنت 1 و2 و3 انت ما اديتهمش قيم، يعني انت لما بتيجي تعمل هنا كومنت لازم يديك ايرور، ليه؟ لان انت عامل لهم حاجه اسمها ديكلاريشن من غير انيشاليزيشن، انيشاليزيشن ان انت تحط لهم قيم مبدئيه كده، بص تديك ايرور ان انت مش عامل لهم اساين. فهنا هنفك الكومنت على ديت عشان بس ايه، لما يظهر معاك الايرور دوت تبقى فاهم ان دوت ايه، معناها ان انت ما عملتش اساين للمتغير دوت. طيب يبقى هنا انا ببعت variable number، وهنا الترتيب بتاعهم 1 و2 و3 نفس النظام الاندكس اللي كنا بناخده في الاريز قبل كده. طيب ايه بقى دول؟ اول واحد عندنا دوت بيجيب لك عدد الانبوت ارجمنت اللي اليوزر بعتهم، مش اللي انت حاططهم له هنا، لا ده اللي اليوزر بعته، تمام. فلو جيت عملت ان كومنت على ديت، تمام، هاجي مثلا اروح جاي باعت له نفس الكلام اللي فات ده كده، اهو لاحظ هنا معايا كتب لي كام، 3. ايه التلاتة دي؟ التلاتة دي هي النمبر اوف ارجمنت انا بعتهم لتست. طيب لو انا جيت مثلا بعت 4 هيكتب لك 4 برضو. بص ده عدد الانبوت، عدد الارجمنت اللي بعتهم. طيب اللي بعدها نفس الكلام بس عدد الارجمنت اللي انت هتاخدهم ك اوتبوت، يعني مثلا هاجي هنا اقول في مثلا، هو هيديني ايرور، تمام، عشان هو مش عامل لها initialize، يعني مش عامل variable argument
اوتبوت 4 تمام، فهديني ايرور بس ما علينا يعني من الايرور تمام، هديني هنا ايه 4، يبقى ده بيجيب لي عدد الارجمنت اللي انا بعتهم. لو كده شلت ال v ديت هيديني 3 تمام. طيب يبقى حتى الان عرفت ازاي ابعت variable number في argument من خلال الميثود، وابعت variable واطلع variable number في argument من خلال الفانكشن برضو تمام. طيب حتى الان ده كلام حلو، بس في شوية اسئلة لازم هتقعد تسألهم لنفسك. ايه هم؟ افرض انا دلوقتي عايز اعرف شوية متغيرات هنا وابتدي استخدمهم، فبنبتدي بقى نحتك بأول حاجة معانا. ايه أول حاجة بقى معانا؟ وهي الـ persistent variable تمام. ده بيعمل لك ايه بقى عشان تبقى فاهم؟ تمام، ده بيعمل لك ايه بقى عشان تبقى فاهم؟ global، لا مش global، ثانية واحدة بس كده معايا. تمام طيب، ده أول نوع من المتغيرات معانا. النوع دوت فكرته إيه؟ فكرته إن أنت لو عايز تعمل متغير يفضل متخزن تمام داخل الورك سبيس ديت. أنا ورك سبيس دي؟ لأ، ورك سبيس بتاعت الفانكشن، مع الفانكشن ديت ليها ورك سبيس غير ديت، دي البيس ورك سبيس دي اللي هي بتاعت الماتلاب تمام؟ اللي أنت الحاجات اللي أنت بتعرفها هنا بتاع تظهر لك هنا. لكن أنا بتكلم عن حاجة تانية، بتكلم عن ورك سبيس إن أنت تعرف متغير هنا لما تيجي تستدعي الميثود تاني مره تمام، يفضل القيمه بتاعته موجوده، ما يتعملوش ري انيشاليزيشن او ما تعملوش انيشاليزيشن من اول وجديد كانك لسه بتستدعي الميثود لاول مره، لا قيمه يفضل محتفظ بالقيمه بتاعته. الكلام ده بنعمله ازاي؟ من خلال حاجه اسمها بريزيستنت فاريبل تمام. طيب تعال نشوف الكلام دوت ايه بيمشي ازاي. خلينا مثلا هنا نقول انا مش عارف الفانكشن ديت فيها حاجه. طيب هنا احنا معرفين الـ variable تمام، هاجي بس ايه ادي condition اقول ان الـ variable دوت لو فاضي يعني لسه متعرفش تمام يتعرف. طيب ولو متعرف اصلا يتجمع عليه مثلا، يتجمع عليه مثلا 100 تمام. طيب وبعد كده ايه يتعرض؟ تعال نشيل اللي تحت ديت عشان ملهاش لازمة. طيب تعال بقى نستدعي المتغير دوت. ايه فكرته؟ انت بتعمل متغير يفضل محتفظ بالقيمه بتاعته كل ما تستدعي ايه الميثود. طب تعال نشوف الكلام ده. فانا هاجي هنا هاجي استدعي الميثود ديت وهنا مثلا بلاش نديله قيمه، مش هنديله قيمه. طيب اول مره ما طبعليش حاجه، ليه؟ لان اول مره حط لي المتغير دوت ب100. طيب تعال نشوف تاني مرة، لما اكتب تاني مرة حط لي 200، ليه؟ جمع 100 على 100 تمام. فدي الفكرة، كل ما استدعي هينفذ ايه؟ هينفذ الكود دوت، والقيمة المتغير هيفضل محتفظ فيها، يحتفظ باخر قيمة كانت ليه في الاستدعاء الاخير للميثود. طيب دي فكرة البريزيستنت فاريبل. طب هل بس كده الموضوع مقتصر على كده؟ لا، لو انت عايز تمسح المتغير دوت
تقدر تمسحه. طب تمسحه ازاي؟ كلير مش هتمسحه لك، يعني كلير كده وتدوس انتر مش هتمسحه لك. عشان تمسحه تكتب هنا اسم الايه الفانكشن بتاعتك اللي هو كده. تمام، وكل البريزيستنت فاريبل اللي هنا هيتمسحوا. اهو جيت استدعيتها تاني اهو، مسح وايه رجع اتعرف تاني من اول وجديد. يبقى دي فكره البريزيستنت فاريبل ايه ان جنرال. في عندك نوع تاني من الفاريبل، في حاجه عايز اقولها هنا بالمره. لو انت عايز تمنع المتغير دوت من ان هو يتمسح، تمام، بتعمل حاجه اسمها ام لوك. تمام، دي بتعمل لك ايه؟ دي بتعمل لك لوك على الميثود ديت، فالفاريبلز اللي فيها ما بيتمسحوش. تمام، يعني انا لو جيت عملت الميثود تاني، تمام، وجيت ساعتها تاني اهو، بعد كده جيت قلت كلير لل ايوه دي، بص لسه محتفظ بالقيمه بتاعته. ليه؟ لان انت عامل له لوك. طب عشان تيجي تفكه بالمره كده، لو انت عايز تشوف الحاجه ديت معمول لها لوك قبل ما تيجي تمسحها ولا لا، عشان تشوف هل المساحين هيأثر عليها ولا لا، فبتيجي تقول ام از لوك، تديله هنا ايه اسم الفانكشن بتاعتك. تمام، وتدوس انتر. طبعا رجع لي هنا واحد لان هي لوكت. طب عايزين بقى نشيل اللوك من عليها، فبتقول له ام ان لوك، وبتدي اسم الفانكشن بتاعتك هنا، فهنقول resistant. تمام كده اقدر بقى ايه امسح الفانكشن بتاعتي اهو كلير كده، المفروض ان هي ايه اتمسحت اهو، اتمسحت. طيب سي ال سي، تعال نروح على حاجه تانية اللي هو الجلوبال فاريبل. فكرته بقى ايه؟ الجلوبال فاريبل دوت ده فاريبل مش بيبقى هنا بس، لا هو هيحتفظ بقيمته زي البريزيستنت برضه. تمام، بس الفكره ان القيمه دي بتكون مشتركه ما بين اكتر من فانكشن، عشان كده اسمه جلوبال، يعني مش خاص بالفانكشن ديت بس. طيب عشان اوضحه لك اكتر، تخيل انت عندك كده اي حاجه، تمام، وعندك اكتر من فانكشن، ادي فانكشن واحد وادي فانكشن اتنين وادي تلاته وهكذا، كل واحده من دول بتأشر على الحاجه ديت، يعني كلهم مشتركين في نفس القيمه بتاعتها. بمعنى ان لو واحده منهم، واحده بس، غيرت القيمه بتاعه المتغير ده، لما اجي استعرض المتغير ده من خلال الفانكشن الثانيه هيعرض لي نفس القيمه. تمام، فده الجلوبال فاريبل. تمام، ده الجلوبال فاريبل في الماتلاب. تقدر تقول حاجه شبيهه بالبوينترز اللي موجوده في السي وموجوده في السي شارب وكده والجافا، تمام، شبيهه بيها، يعني مش هقدر اقول برضه بوينترز، لكن حاجه شبيهه بيها، ان هي بتفضل عامله زي ريفرنس كده على الايه، على القيمه ديت في الميموري. تمام، ولو واحده من دول غيرتها بتسمع في الباقيين، يعني الباقيين بيعرضوا لك نفس القيمه. طيب تعال نشوف الكلام ده هنا ايه ماشي ازاي. تعرف برضو جلوبال فاريبل نفس الطريقه اللي كنت بتعرف بيها البريزيستنت، وبتيجي هنا تدي له قيمه انيشال اهو، وبعد كده تيجي تقول وبعد كده ايه تقدر تستخدمه عادي طالما اديته قيمه. طيب لاحظ هنا معايا ايه؟ لاحظ ان انا كاتب جلوبال فاريبل، تمام، واحد، وهنا كاتب جلوبال فاريبل واحد، صح؟ معنى كده ان واحد فاريبل واحد دوت مختلف عن فاريبل واحد ده؟ قال لك لا، لو بنتكلم عن البريزيستنت مختلفين، لكن في الجلوبال عشان اصلا تعرف فاريبل يكون مشترك ما بين كله، فبتيجي تعمل ايه؟ بتقول جلوبال وتقول اسم الفاريبل ده عشان تعمل ريفرنس على نفس، عشان تبقى اخد نفس الريفرنس بتاع الفاريبل ده، فلازم هنا تيجي تقول جلوبال وتقول نفس الفاريبل. تمام، لازم يكون ايه نفس الاسم اللي هنا، لو الاسم بقى مختلف فده بقى فاريبل وده بقى فاريبل. تمام، طيب فبالتالي انا لو جيت عرضت، هقول مثلا ايه، انا هعرض
القيمة بتاعت variable واحد، تمام، اللي هو ده. أنا ما اديتلوش قيمة هنا، بس القيمة هو أخدها من فوق، فيعرض لي، هيعرض لي 100، تمام، على الرغم إن variable واحد ده مش موجود. variable واحد اللي هنا ده بالنسبة لك أنت كده إيه، بعينك أنت شايف إن هو مختلف عن اللي فوق، لكن هو عمليا هو نفس ال variable اللي فوق. طيب تعال نشوف الكلام ده إيه هنا ماشي إزاي. هاجي أستدعي الميثود ديت، أقول global variable اداني ايه؟ اداني 100، تمام. انا ما طبعتش من دي، انا طبعت من دي، هي طبعت لي ده اللي انا لسه ما اديتلوش قيمه هنا، بس هو اوريدي اخد القيمه من الميموري، تمام، لان هو شايل ريفرنس للفاريبل دوت من الميموري. طيب وبالتالي انا اقدر اغير القيمه بتاعته اهو، اقدر ازود عليه 100، ولو جيت طبعت هيديني 100 ب 200، نفس الكلام. طيب ايه تاني عندنا؟ احنا قلنا ان هو متخزن الفاريبل ده هنا وهنا. طب لو عايز اخزنه برضو هنا، يعني يكون جلوبال فاريبل اقدر برضو العب فيه من هنا، تمام، ويسمع التغيير بتاعي في الاتنين دول. طب اعمل ايه؟ تيجي هنا برضو جلوبال وتكتب نفس اسم الفاريبل، فاريبل واحد، بص اداني 200، اخد بالك انت 200، على الرغم ان انا معرفتوش هنا، بس هو راح للميموري جابه منها. يعني انا دلوقتي ده شايل ريفرنس للفاريبل واحد، تمام. وبالتالي لو جيت غيرته من هنا وقلت مثلا بيساوي 1000، تمام، بقى بكام؟ بقى ب 1000. تعال نطبعه بقى من هنا، تمام، تعال نطبعه. انا هوقف ده كده اهو وهطبعه، بس انا هنا غيرت القيمة بتاعت التاني. طب تعالى بس ايه، نوقف ده، فهنجي نقول فاريبل واحد يساوي 1000. تعالى بقى ايه، نطبعه من الميثود، من الفانكشن، اهو اداني 1000 برضه. ليه؟ لان هو شايل ريفرنس، تمام، والريفرنس ايه، بيقول ان في الميموري هو متخزن 1000. طيب امسح الجلوبال فاريبل ده ازاي؟ عشان تمسحه من كل الورك سبيسز دي، ورك سبيس، وقلنا زي الفانكشن بكلها ورك سبيس ونفس الكلام، فعشان تيجي تمسحه نهائيا لازم تعمل ايه؟ لازم تقول كلير، تمام، وتقول جلوبال، تمام، وتقول فاريبل واحد. كده هو المفروض يتمسح من ايه؟ يتمسح من كله، تمام. طيب بس دي كده بنمسحه من كل الورك سبيس. لا انا مش عايز كده، انا عايز مثلا امسحه اعرفه هنا، تمام، ولو جيت عرفته مثلا هنا اهو واديته قيمه وجيت مسحته من هنا وجيت اعرضه هديني ايرور. بص قال لي ايرور، ليه؟ لان الريفرنس اتمسح، تمام. لكن خلي بالك بقى من الحته دي، لو انا جيت فتحت ديت كده، تمام، فهنا انا خدت الريفرنس كان 100 صح، وجمعت عليه 100 بقى 200، على الرغم ان انا مسحته من هنا، انا مسحته من هنا لكن لسه ما اتمسحش من المكان بتاعه في الميموري، تمام، والدليل ان ده هيطبع لي 200، تمام. هوقف بس ديت عشان هتديني ايرور. ليه؟ عشان هتديني ايرور هنا، تمام، لكن ده هتفضل شغاله معايا. طيب تعال نشوف اهو، اداني كام؟ 200، ما ادانيش 100، على الرغم ان انا مسحه هنا، بس انا مسحته في الورك سبيس بتاعت الميثود دي، لكن الورك سبيس دي لسه ما اتمسحش فيها، لسه متخزن فيها، تمام. يبقى دي لما احب امسحه من ورك سبيس معينه بكتب كلير اسم الفاريبل في الورك سبيس دي، عايز امسحه جلوبال على كله بكتب كلير جلوبال واكتب اسم الفاريبل زي ما لسه عامل. يبقى ده بالنسبة للجلوبال والبريزستنت فاريبل. طيب تعال نشوف حاجة تانية معانا، ايه تاني؟ فانكشن ريتيرن ديت مثلا، حاجة زي كده. هتقول لي افرض انا عايز انهي الميثود، يعني انا وصلت لحاجة معينة في الميثود وخلاص كده مش عايز اكمل بقية الكود اللي فيها، عايز انهيها، تعمل ايه؟ بتقول ريتيرن. الكلام ده في الماتلاب بس؟ لا، الكلام ده في جميع لغات البرمجة، تعمل ريتيرن، تمام. هنا لو جيت نفذت الكود دوت، تعالى بس نمسح دي، تعالى نقول function return
تعالى نشيل الاكس ونحط مثلا 5، المفروض ان هو يطبع لي 5 وبعد كده هينهي المثل. ايه القصة؟ عايز تكست، انا اسف، اقول له مثلا اند. تمام، لو انا بعت له اند هينفذ، هيطبع لي اند وهينهي المثل. تمام، في معنى ذلك ولكن اني بعت حاجة اهو طبع لي اند. طيب انت هتقول لي مفيش فرق، ما هو كده كده هيطبع اند وبعد كده هينهي، ما هو في الباقي اند. اقول لك لا، لو انا جيت شلت ديت وحطيتها هنا بعد ريتيرن هتعرف بقى فايدة ريتيرن ايه. المفروض ان هو هيجي ينفذ ديت وهيطبع لي ايه؟ هيطبع لي اند برضو؟ لا، هيجي يقف هنا ويلاقي مكتوب ريتيرن، هيقفل الميثود، هيخلص خلصها، مش هينفذ الباقي، مش هينفذ بقية الميثود. تمام، والدليل اهو ما طبع ليش اند. تمام، حتى هنا وحطيت لك علامة حمراء، ليه؟ لو جيت وقفت عليها هيقول لك ان هي ملهاش اي 30 لازمة، لانه مش هتنفذ كل اللي جاي بعد ريتيرن. تمام، دي فكرة ايه ريتيرن برضو تبقى عارف. الفيديو دوت انا هكلمك، مش هديك انترو كده عن الفانكشنال في الماتلاب، انا هخليك تعرف كل حاجة من طقطقة السلام عليكم عن الفانكشنال في الماتلاب. تمام، لان الفانكشنز ديت من الحاجات المهمة اللي انت هتحتاجها دائما. طيب فاضل لنا ايه؟ النستد فانكشنز ما تكلمناش عنها. انا نشيل دي. تعالى مثلا نقول ان انا عايز اعمل حاجه اسمها نستد فانكشن. قلت النستد فانكشن لسه هي عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن جوه فانكشن تانية زي دي كده. تمام، تقدر توصل للفاريبلز اللي موجودين في البيرنت فانكشن او المين فانكشن. تمام، دي الميزه بتاعتها، يعني هي هنا. تمام، تقدر توصل لدول، لكن دول اللي هم السب فانكشنز ما يقدروش يوصلوا للفاريبلز اللي هنا، ما لهمش علاقه ببعض. تمام، كل بس اللي بتعمله تستدعيهم من هنا. طيب تعالى نشوف الكلام ده هنا. دي كده نستد فانكشن ودي نستد فانكشن برضه، الاثنين مكتوبين جوه فين؟ جوه المين فانكشن اللي هي ايه؟ اللي هي النستد فانكشن دي اللي انا مسميها نستد فانكشن. طيب معرف هنا variables، واحد اسمه اوت، واحد اوت، اتنين longitude latitude. تمام، وجيت عرفتهم وقلت هنا assert عشان ايه؟ لو لقيت ان longitude اليوزر مش مدخله numeric فهديله error واقول له not a number. فيما عدا ذلك ايه؟ هخزن في الاوت واحد longitude واحط له القيمة بتاعته. تمام، دي الفكرة يعني. فانا هاجي هنا استدعيهم عادي خالص، والكود هيتنفذ زي اللي احنا كنا بناخده قبل كده، مفيش اي جديد غير ان انت بس تبقى عارف ان انا جوه النستد فانكشنز اهو اقدر اوصل ليه؟ للفاريبلز اللي موجودين عندي، سواء هم ارجمنت، سواء هم بارامترز. تمام، او فاريبل انت معرفهم هنا، مفيش اي مشكله نهائي. طيب تعالى ايه نعمل لها ران. أو 5 6. تمام، هو طبعا زي ما قلنا قبل كده لما انت مش بتقول له هنا الاوت بتوعك يكونوا ايه، بيجيب لك اول واحد فيهم. تمام، اهو دي النستد فانكشنز، مفيش فيها كلام تاني اكتر من كده. طيب السب اللي انت تكتب ايه، فانكشن تحت فانكشن وهكذا. طب مش عارف انا عامل حاجه للسب فانكشنز هنا ولا لا. تيست احنا قلناه، ستارت قلناه. تمام، ايه تاني؟ اساين. طيب افرض انا عندي متغير. تمام، بره هنا هعرف مثلا متغير في الورك سبيس، وليكن مثلا هسميه اكس واقول الاكس دوت ب 5. حلو، طيب لا بلاش اكس، خليه نمبر عشان انا مجهز الاكزامبل دوت على ان هو نمبر. نمبر تساوي مثلا وليكن 100.
تمام. يبقى انا عندي في الورك سبيس هنا متغير اسمه نمبر بيساوي 100. حلو جدا. انا عايز بقى من جوه الفانكشن ديت اللي انا معرفها تمام اعدل القيمه بتاعه النمبر اللي بره، انا ماليش علاقه بيه اصلا بس انا عايز اعدلها. تمام. في العادي من هنا انا ما اقدرش اوصل للمتغير اللي اسمه نمبر اللي بره. تمام. طب اوصل له ازاي؟ عشان توصل له لازم هنا ايه تستخدم حاجه اسمها الساين ان. الساين ان ديت بتحدد له اول حاجه فيها الورك سبيس اللي انت شغال فيها. طيب لما انا هنا بكتب له بيز انا اقصد بيها بتاعه الماتلاب اللي هي دي. تمام. دي اسمها كولر هنشرحها بعد ديت. تمام. فخلينا دلوقتي في حاله ان انت كاتب له بيز. بيز انت قصده بيها ان انت معرفه ايه فاريبل انت معرفه من الكوماند ويندو فمتخزن لك هنا في البيز ورك سبيس بتاعه الماتلاب. طيب اسم المتغير اللي بره اللي انت عايز تعدله نمبر، اهو كتبته هنا نمبر. القيمه اللي انت عايز ايه تحطها فيه. تمام. انا هاخد القيمه اللي هي جايبها من البارامتر ده. تمام. تعالى بس ايه نوقف دول، اعمل بس الدور كومنت مش عايزهم دلوقتي، وخلينا بقى ايه نستدعي المسج بتاعي ساين. عايزين مثلا فيها 100 هنخلي فيها 500 مثلا. تمام. تعال نطبع نمبر اهو، نمبر بقى 500. فدي كل الفكرة ايه بتاعت الساين. تعال بقى نشوف ديت اللي هي الكولر. كولر ديت معناها ايه؟ معناها ان انت هتعدل الفاريبل اللي موجود في الكولينج ورك سبيس. تمام. الكولر ورك سبيس يعني انا دلوقتي عندي فاريبل اسمه نمبر معرفه فين، معرفه داخل الفانكشن ديت اهو، فاريبل اسمه نمبر مش علاقه باللي بره ده. تمام. عايز اعدله من خلال الميثود ديت. يعني عندي ميثود تانية اهي، دي سب ميثود بالمناسبه، يعني ديت ايه سب ميثود او دي من ميثود وديت سب ميثود. فانا ما اقدرش اكسس نمبر دوت من هنا، لو نستد ميثود او فانكشن ينفع اكسسه عادي، لكن ديت عشان سب فانا ما اقدرش ادخل عليه. طيب عشان اعدل قيمته هستخدم برضو الساين ان، بس هنا مش هقول له بيز هقول له كولر. ليه؟ لان انا هستدعي الميثود ديت من خلال الميثود دي اهو، حاجه استدعيها هنا، فعشان كده بقول له هنا النمبر دوت متخزن في الكولر ورك سبيس اللي هو الفانكشن اللي انت بتستدعيه منها. تمام. اسمه اهو والقيمه بتاعته اهي. تعال نشوف برضو نمبر هنا متخزن 1000. تمام. انا هخليه كام؟ 500. وبعد كده اعرض القيمه بتاعته اهو يا سيدي، خليه 5000. تمام. وبعد كده اعرض الايه القيمه بتاعته. تعال نشوف الكلام ده. تمام. طبعا اكس هنا ملهاش لازمه، شيلها. الساين الساين. تمام. اداني كام؟ اداني 5000 على الرغم ان انا كاتبه هنا 1000، بس رجعت غيرت القيمه بتاعته من خلال الساين 2 خليتها كام؟ 5000. تبقى دي فكره ايه الساين من طقطق لسلام عليكم. طيب في عندي بقى حاجه تانيه، حاجه تانيه مهمه شويه. هتقول لي طب افرض انا عايز اجيب اسم متغير موجود بره، يعني ايه؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا بس نفعل ديت ونقفل دي كده. هنا دلوقتي انا عايز انا ما اعرفش ان المتغير اللي بره ده اسمه نمبر. تمام. فانا هقول ايه ماشي ماشي هنشيل دوت، انا ما اعرفش المتغير اللي بره ده اسمه نمبر، فعشان اعرف اسم المتغير ده هقول input name، وبتدي له هنا بقى الاندكس بتاع البارامتر. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هاجي هنا استدعي الميثود ديت فهقول assign. تمام. وهديها مثلا ايه نمبر اللي هو المتغير اللي موجود هنا.
اهو هديها نمبر، ده نمبر دوت ليه اسم وليه قيمة صح. طيب نمبر دوت انا بعته في الارجمنت رقم كام؟ رقم واحد، ما انا ما عنديش هنا غير واحد، لو عندي مثلا اكس واي مثلا تمام، فنمبر دوت هيكون ايه؟ رقم واحد. حلو، فانبوت نيم ديت بتدي له الاندكس بتاع البارامتر اللي انت عايزه، يعني انا عايز الاسم بتاع الفاريبل اللي انا حاطه في البارامتر رقم مثلا واحد، فباجي هنا اقول انبوت نيم واحط واحد، فهيجيب لي الاسم بتاع ايه؟ نمبر. تمام، تعال نشوف، بس هنا انا ما خدتش ال... اه هنا هياخد القيمة بتاعت نمبر. طيب خلينا ايه، خلينا نعمل حركة تانية حلوة، واي، وهنا احط له ايه؟ الواي اللي هي القيمة. تمام، وهنا اكس هناخد الايه؟ القيمة بتاعتها. طيب وهنا اقول له مثلا 2. حلو، طيب هنا اللي هيحصل ايه؟ هنا هو هياخد من اكس الاسم بتاعها، لان انا قلت له انبوت نيم رقم واحد، يعني هات لي الاسم بتاع الانبوت رقم واحد، هتقول لي اللي هو اكس، اقول لك اه اكس دوت انت بعت له متغير اسمه نمبر، فهو هنا دي هتجيب لك اسم المتغير اللي انت بعته له. تمام، دي كل الفكره بتاعتها اهو. بص هنا على نمبر، ماتت كام؟ 2. فدي فكره انبوت نيم. في حاجة تانية اسمها تقريبا اسمها ام فايل، ام فايل نيم. دي بتعمل لك ايه؟ دي بتجيب لك اسم الملف اللي انت فاتحه دلوقتي. تمام، فهنا هي المفروض هترجع لنا اسم الملف. تعالى نستدعي الميثود دي تاني، اهو جابت لنا اسم الايه؟ الملف. تمام، تقدر تديها شويه اوبشنز، زي مثلا تقول له انا عايز الاوبشن يعني اللي انا صراحه بستخدمه، اللي هو تقول له فول باس، يعني هات لي مش اسم بقى الفانكشن او الملف اللي انا فاتحه، لا هات لي الفول باس بتاعه. تمام، هات لي المسار الكامل بتاعه، ان ده اللي انت هتحتاجه اهو، المسار الكامل. تمام، دي شويه حاجات كده ايه يعني، ايه حبيت برضه اقولها. في عندنا ايه تاني ما قلناهوش؟ عندي مثلا لو انا عايز اتحقق من رقم الانبوتس اللي انا دخلتهم، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز لو انا دخلت اقل من انبوت واحد يديني ايرور، لو ما دخلتش ولا انبوت، يعني لو دخلت اقل من انبوت واحد انت كأنك ما دخلتش ولا انبوت يعني يديني ايرور. تمام، الكلام ده بعمله ازاي بقى؟ تيجي هنا تقول ان argument input check. تمام، اللي هو بيتحقق من عدد ال input اللي انت دخلته، فبتدي له هنا اقل عدد مسموح به هو واحد مثلا، انت عايز تحطه واحد، عايز تحطه اتنين براحتك، دي حاجه ترجع لك يعني، واقول له مثلا هنا تلاته. فلو انت دخلت اقل من واحد اللي هو ما دخلتش حاجه هنا، تمام، هيديك ايرور. لو انت دخلت اكتر من تلاته هيديك ايرور برضو، لكن لو دخلت واحد او اتنين او تلاته مش هيديك ايرور، هيكمل عادي. طب تعال نشوف الكلام ده هنا، حاجه اقول تيست اهو. تمام، وهقول مثلا واحد اتنين تلاته، كل حاجه تمام اهو، مفيش اي مشكله خالص. طب لو جيت قلت تيست، لا مش دي، وديتها مثلا واحد اتنين، تمام اهو، رد ان هو كده ايه ادينا ايرور. تعالى مثلا ايه نشيل دوت حاليا يعني، وتعالى نجرب تاني. فانا اخر مره كتبتها اديت ايه؟ 2 انبوت. تمام، ده داخل الرينج اللي انا كاتبه له هنا. طب لو جيت مثلا دخلت تلاتة أربعة، تمام، هيديني بقى الايرور.
بص تو من انبوت اربعة. طيب سببها، ما انت هتقولي هنا انت حاطط variable number في input، تمام، والمفروض ما ادكش ايرور، صح، والمفروض ما ادكش ايرور، بس انت هنا كنت قلت له في ليميت من 1 لـ 3، تمام. فلو جيت انا بقى ما حطيتش ولا حاجه، اللي هو حاطط اقل من 1 يعني، هيديك ايرور برضه نفس الايرور اللي فات، not enough input argument، تمام. دي فكره نارج ان تشيك، تمام. في اختها برضه، تمام، نفس اللي دي بتعمله، بس بتعمله على الاوت. تيجي برضو تقول له اقل عدد اوتبوت عندك، تمام، واقل عدد انبوت. يعني مثلا لو جيت عملت له دي كده اهو 3 اهو، مفيش مشكله، بس جيت هنا قلت له مفيش ولا ايه اوت، تمام، اللي هو انت حطيت له كانه حطيت لك حطيت له زيرو، ديك ايه ايرور، بس هنا شايف الرساله مختلفه، هنا كان انبوت هنا اوت. نفس الكلام لو حطيت له 4، تمام. فدي كانت فكرة نرج ان ونرج اوت تشيك. في عندنا برضو شوية حاجات تانية زي ايه، زي جنريت فاريبل نيم. يعني ايه جنريت فاريبل نيم؟ لو انت مثلا عندك اسم، تمام، عندي اسم بس مش عارف الاسم دوت هل هو valid اسم، يعني ينفع اسميه ال variable؟ ما احنا قلنا ال variable ليه شروط في التسمية، وال file name ليه شروط في التسمية، وهكذا زي كده مثلا، هل ده ينفع؟ تمام، انا معرفش. ال function ديت فكرتها ايه؟ هي بتتحقق تشوف الاسم دوت هل ينفع يتسمى بيه ولا لا. طب لو ما ينفعش هترجع لك من الاسم دوت اسم تاني، تمام، ينفع تسمي بيه، تمام، ده ينفع اسمي بيه عادي لانه بيطبق الشروط. طب ده ما ينفعش اسمي بيه بقى اللي انا هكتبه دلوقتي ده مثلا، ده ما ينفعش اسمي بيه، بص حط لي اكس قبل ايه كده، ينفع اسمي بيه، فاهم؟ لو عايز يعني تستخدم حاجه زي كده. في عندك بقى حاجه تانية اللي هو انت تديها بقى الاسم، تمام، انت تدي الاسم وهو يقول لك مثلا هل ده valid ولا مش valid. يعني مثلا هديهم ارقام، ده مش valid، اديني زيرو المفروض، تمام. لو اديتهم اسم ينفع يتسمى بيه زي كده اهو، هيديني valid 1. دي برضو اي حاجة من ضمن الحاجات اللي عندك. طيب كده تقريبا انا قلت كل الحاجات المهمة، فاضل بس ايه حاجة معانا كده اسمها الـ input parser. ايه بقى الـ input parser دوت؟ بالمناسبة في عندك حاجة هنا جيب لك الـ maximum length of name. يعني لما انت كنت بقول لك في شروط التسمية ما تعديش 63 حرف، جبت الكلام ده منين؟ ما اخترعتوش من عندي، ده من الماتلاب اهو، اخرك 63 حرف، تمام. طيب نسيب ده الكلام ده كله وندخل بقى على اهم حاجه عندك، الانبوت بارسر. دي حاجه كده انا مألفها، يعني ما مش شاطر قوي في التاليف، بس ايه قلت حاجه ايه كمثال، شرحنا ديت وقلنا يعني ايه. ايه بقى فكره الانبوت بارسر كلاس دوت؟ انا دلوقتي عايز اعمل، انا دلوقتي عايز انا اشرح هنا، انا دلوقتي عايز ميثود، تمام، انا يبقى عندي تحكم تام في كل البارامترز اللي انا بحطهم هنا، تمام. يعني ايه تحكم تام؟ يعني مثلا اقول ان البارامتر دوت اليوزر لازم يدخله، تمام، ما فيش حل تاني، لازم هو يحطه، ما حطوش يعمل له ايرور، تمام. البارامتر دوت اوبشنال، ممكن يحطه ممكن ما يحطوش. لو ما حطوش انا اوريدي مجهز قيمه افتراضيه للبارامتر ده، تمام. طيب وحاجة تالتة جديدة نوعا ما، حتى جديدة عليا نوعا ما يعني في البرمجة، وهي ايه؟ وهي ان انت تخلي فيه اوبشنال بارامتر. يعني ايه اوبشنال بارامتر؟ يعني انت بتكتب اسم البارامتر ذات نفسه اللي انت بتبقى معرفه في الكود، انت بتكتب اسمه وانت بتستدعي الفانكشن، تمام،
يليه الفاليو بتاعته، تمام؟ يعني بكتب الاسم والفاليو بتاعته. طب ده بيفيدك في ايه؟ هنا لازم احافظ على الترتيب، تمام؟ يعني لو جيت بدلت، لا حطيت القيمه بتاعت ده هنا، ف يعني انا كاني بدلتهم، تمام؟ فالقيمه اللي انا كنت عايزها المفروض تتحط هنا، هتتحط هنا لو انت جيت بدلتهم. فهنا مفيش الكلام ده، هنا انت بتقول له الاسم وتحطه بعديه الفاليو. يعني انت لو معرف اكتر من بارامتر اللي هو اوبشنال بارامتر يعني، تمام؟ زي كده مثلا لو انا قلت هنا دوت الايدج، وهنا الجندر، تمام، اقدر ابدله براحتي. اقدر اكتب بدل ده كده، اروح جاي كاتب ان ده ايه الايدج هنا والفاليو بتاعته بعديه اهو، والجندر ايه بعديه براحتي. ليه؟ لان انا هنا بكتب الاسم بتاع البارامتر يليه الفاليو بتاعته، فما عنديش اي مشكلة احطه في اي حتة براحتي خالص. لكن دول لا، دول بترتبين ترتيبة معينة، ما ينفعش تخل بالترتيبة بتاعته، تمام؟ يبقى ده ممكن تحط قيمته او لا، ليه قيمة افتراضية. دول ممكن تحطهم او لا، وبرضو ليهم قيمة افتراضية، تمام؟ تعال بقى نشوف الكلام ده هنا في الماتليب. نسيت اشرح ديت. طيب قبل ما اشرح الكود دوت، عشان في حاجة ايه انا لسه ما قلتهاش، فعندنا حاجة اسمها function handle. ايه بقى الفانكشن هاندل دوت؟ تعالى مثلا اقول لك اكس بتساوي، عشان انا هحتاجها بس في الانبوت بارسر، اكس بتساوي مثلا سم. احنا عارفين سم ديت خدناها قبل كده في الاريز تقريبا، تمام؟ بنستخدمها في جمع الاليمنتس بتاعت الاريز، او جمع ايه مجموعه من العناصر. حلو، يعني دي فانكشن. اللي انا بعمله هنا ده دلوقتي ان انا بخزن الفانكشن ديت في متغير، يعني الفانكشن ديت مش متغير اصلا، بس انا هخزنها في متغير، فبيسمى فانكشن هاندل، تمام؟ ليه بقى بعمل الكلام ده اصلا؟ بتعمله عشان تقدر تبعت الفانكشن ديت كلها كده على بعضها، تبعتها كانبوت من خلال فانكشن تانية، تمام؟ ففي العادي انت ما ينفعش تعمل كده، فلازم تعمل ايه؟ تخزنها في متغير. المتغير اللي انت بتخزنها فيه بيسمى فانكشن هاندل، تمام؟ وبالتالي اقدر اقول ان الاكس ديت اقدر استخدمها زي ما كنت بستخدم صم، اقول مثلا 1 2 3 هيجمعهم لي، والمفروض كده طلع 6 تقريبا، تمام؟ 6 اهو، وهكذا. تقدر تستخدمه، تقدر تبعتها كبارامتر من خلال الميثود الثانيه، تمام؟ طيب هل ده بس كده كل الاستخدام مقتصر على ان انت تستخدم فانكشن اوريدي موجوده؟ قال لك لا، تقدر تستخدم حاجه ثانيه. اقدر اقول ان الاكس ديت بتساوي anonymous function، يعني function مش موجودة أصلا، تمام؟ أنت بتعملها كده إيه، زي ما تقول كده temporary function، حاجة أنت بتعملها مؤقتا وهكذا، تمام؟ تقدر تديها بارامتر زي مثلا أقول X Y Z، تمام؟ وأقدر إيه أقول اللي هيتنفذ بقى إيه خلال الفانكشن دي. فعلى سبيل هقول مثلا الـ X تبقى سكوير، تمام، زائد الواي، تمام، ناقص الزد، وهكذا. طيب يبقى انا عملت فانكشن ملهاش اي وجود خالص، مش متخزنه في ملف، تسمى انونيمس فانكشن، تمام، مخزنها في خزنها في فانكشن هاندل اسمه اكس، تمام، بتاخد انبوتس اكس واي زد، تمام، وده الاوتبوت اللي هي بترجعه لي. طيب لاحظ هنا في التخزين معايا بقت ايه، الاكس مش متخزنه كقيمه، لا ده متخزنه ك فانكشن، يعني انا مخزن هنا فانكشن كامله في الاكس. وصلت الفكره؟ فطبعا حاجه عمليه جدا، يعني مثلا ممكن اقول هنا اكس
بس اوريكم هي عملية دي، 1 2 3، وهي هتحسب لي الكلام ده كله، طلعت لي سالب 2 وهكذا. تمام، هتحس بقيمتها اكتر، مش بس في الانبوت بارسر اللي احنا هنستخدمه ده، لا تحس بقيمتها اكتر في البلوتنج والجرافيكس والحاجات دي. ليه؟ لان انت هتحتاج ان انت تبعت فانكشن كامله لفانكشن تانية. تمام، فهتحس بالكلام دوت. فعشان تعمل الكلام دوت بتستخدم ايه؟ فانكشن هاندل. طيب، حاجه كمان برضو عايز اقولها بالنسبه للفانكشن، انا عشان ابقى ايه قلت كل حاجه تخصها. لو انت اوريدي عندك متغير مثلا اقول اف ب5، تمام، وجيت انا ايه هرجع للاكس تاني وقلت مثلا زائد اف، تمام، خلي بالك من حاجه بقى هنا، اف ديت هي حاليا في الميموري ب5، حلو، هو بياخد بقى الخمسه دي يحطها في المعادله دي. يعني انت لو جيت غيرت الاف بعد كده مش هتأثر على المعادله دي خالص. تعالى اوريك. تمام، هي متخزنه دلوقتي مكتوب فيها اف. تعالى نقول مثلا الاكس ب 1 2 3، تمام، طلعت لي 3. تعالى اقول الاف ديت بتساوي 6. بص بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي، لو جيت عد ليها التاني هتطلع لي 3 برضو، ما تأثرتش بتغير الاف. تمام، فانت بتحط اخر قيمة انت عايزها للمتغير اللي بره اللي انت هتحطه هنا. تمام، بعد كده بتقول الاكس بتساوي كذا. لو جيت غيرت المتغير ده تاني بعد كده مش هتأثر على الاكس، لازم تعمل ري اساين تاني، يعني ترجع تعمل اساين للاكس تاني على القيمة الحالية للمتغير. تمام، يعني انا عشان استخدم الستة ديت لازم ارجع اقول ايه، لازم ارجع اقول ديت. تمام، هياخد القيمة الحالية لل اهو، بص بقت 4 مش 3، هياخد القيمة الحالية للف. فدي اخر حاجة كنت عايز اقولها في الجزئية ديت. طيب تعالى نرجع بقى ايه لموضوعنا الانبوت بارسر. طيب تعالى نشوف هنا ايه الدنيا. انا عندي فانكشن، تمام، هتاخد انبوت. طيب عندي ريكوايرد انبوت لازم اليوزر يدخله، ما ينفعش ما يدخلوش. تمام، فهحطه هنا في اد ريكوايرد. طيب اسمه ايه الانبوت دوت؟ اسمه فيرست نيم. القيمه مش القيمه بتاعته بقى، بما ان هو ريكوايرد، تمام، فانت لازم تاخد القيمه من اليوزر، ما ينفعش انت تحط قيمه افتراضيه من عندك لانه ريكوايرد لازم هو يدخله. تمام، فهنا الفانكشن ديت هتاخد مني الاوبجكت اللي من نوع انبوت بارسر اهو اي ان، وهتاخد مني اول ارجومنت اللي هو الفيرست نيم. دي بقى ايه اللي انا لسه شرحه من شويه، شرحه عشان خاطر دي. هنا انت بتحط له فاليديشن فانكشن، يعني فانكشن بتعمل لك فاليديشن للحاجه، تتحقق من الحاجه ديت قبل ما تعمل ايه، قبل ما يعني قبل ما ايه ما تشتغل ما تشغل لك الانبوت بارسر. تمام، تعمل لك فاليديشن للداتا اللي اليوزر بيدخلها، دي حاجه جميله طبعا. فهنا انا عملت ايه، انونيمس فانكشن، تمام، حطيت فيها assert. طبعا عارفين assert ان احنا بنحط هنا كونديشن، لو فولس assert بتدي ايرور، لو ترو بتكمل الاكسكيوشن بتاعك عادي خالص. وانا حطيت الايرور مسج اللي انا عايزها تظهر لليوزر. طيب هنا الاكس ديت هو المتغير بتاعي، تمام، فانا لما هاجي احط الفانكشن ديت هنا دي بتعمل ايه، لما انا هاجي ادخل القيمه بتاعه الفيرست نيم هينفذ لي الفاليديشن ديت، هياخد القيمه دي يحطها لي في الاكس، والاكس ديت هتتحط في الايز سترينج، لو هي مش سترينج هيدي فولس، بالتالي السيرت هتشتغل وهتدي ايه انبوت سترينج. تمام، دي فكره الايه الفاليديشن اللي احنا ايه هنعمله. طيب يبقى لازم تبعتها ك فانكشن هاندل، خلي بالك من الحته دي. طيب اد اوبشنال، زي ما لسه قايل من شويه، انت هتدي برضو البارامتر وهتدي الفاليو الافتراضيه بتاعته لو هو ما دخلش. تمام، الفاليو الافتراضيه لو هو ما دخلوش. طب لو دخله هعمل تشيك برضو بنفس الفانكشن اللي فاتت. طيب اللي بعد كده اد بارامتر، هنا انا بقول له دخل لي بقى ايه بارامتر، لو هو لازم عشان يدخله يكتب لي هنا جندر ويكتب بعديه القيمه بتاعت الجندر دوت ايه. تمام، يا دي فرق عن اد اوبشن.
ان انت لازم تقول لي تبعت لي ارجمنت في جندر، والارجمنت اللي يليه تبعت لي القيمه بتاعت الجندر. طيب الشيك بتاعت الجندر بقى هتتعمل ازاي؟ تعال نشرحها واحده واحده. هاجي هنا اقول له string compare، تمام؟ الاي ديت عشان ايه؟ نخليها مش كيس سنسيتيف، يعني مثلا لو دخل مثلا الميل او فيميل مثلا الحروف كابيتال او سمول يقارن عادي ويرجع لي نفس النتيجه، تمام؟ لو شلت الاي ديت هتبقى كيس سنسيتيف، بالتالي لازم يدخل لي الحاجه زي ما انا كاتبها كده بالظبط، تمام؟ انا مش عايز كده فحط الاي. طيب هيرجع لي array فيها 0 1، تمام؟ هيرجع لي array فيها 1 مكان الانبوت اللي هو دخله، يعني هو دخل لي ميل هيرجع لي مكان الميل ديت 1، والباقيين هيرجع لي 0، تمام؟ any ديت بتعمل لي ايه؟ لو في بس على الاقل واحد بس في الاري ديت والاري كلها 0 بيرجع لي true، لو الاري كلها 0 بيرجع لي false. في كان حاجه تانيه مناظره لايه؟ any اسمها all، لازم كل عناصر الاري تكون واحد، تمام؟ طبعا انا مش هينفع استخدمها، فلازم استخدم اني عشان انا عايز واحد بس في الاري ديت على الاقل يكون ايه؟ يكون valid، تمام؟ هو طبعا ما ينفعش يكون اكتر من واحد اصلا. طيب فيما عدا ذلك هيقول لي input a gender. طيب اللي بعدها عندي ايه تاني؟ ال age نفس الفكره برضو، is numeric، لو مش numeric هي ايه؟ يقول لك input a number، تمام؟ وهنا زي ما قلنا بنحط القيمة الافتراضية اللي احنا عايزينها. طيب باجي في الاخر هنا اقول له بارس، يبقى اول حاجة بتبتدي بيها تعرف الانبوت بارسر اوبجكت، تمام؟ وبعد كده بعد ما تخلص تحط تعبيه يعني من الاخر، يعني تيجي تقول له بارس. طيب هنا في بارس بديله الحاجة اللي انا عايز اعملها بارس، وبديله هنا الفاريبلز اللي انت ايه هتبعتهم ليه للاوبجكت ده. الفاريبلز اللي هنا اللي هم ايه؟ اللي هو الفاريبل ارجمنت ايه كلهم، حاطط له العلامه ديت فاكرين، اللي هي كانت بتجيب لي كل العناصر. تعال بقى نشوف دي انا هعرض من خلالها الانبوتس اللي اليوزر هيدخلهم، تمام؟ دي كنا بنقولها عشان نعمل ايه فورماتنج كده، ايه وقعدت ضيعت بتاع ساعه فيها لاهميتها، يعني دي الفورماتنج اللي انا عامله، حاجه هتظهر لي فعلا زي ما انا كاتبها كده. Your first name is، وهيظهر لي هنا الاسم بتاعي وهكذا، وهنا عشان انزل سطر جديد، وهنا سطر جديد، وهنا سطر جديد، وهنا مش عايز انزل سطر جديد لان ده اخر سطر عندي، تمام؟ طيب عشان بقى اجيب القيم اللي اليوزر بعتها من خلال الفانكشن، تمام؟ بترجع لي فيه الانبوت بارسر دوت ريزولتس دوت اسم البارامتر، يعني انت حاطط فيرست نيم تيجي تقول دوت فيرست نيم هرجع لك القيمه اللي هو دخلها مكان الفيرست نيم، تمام؟ وهنا انا بالمثل للباقي، تمام؟ بس دي اللي انا كاتبه هنا. طب تعال نشوف الكلام ده. هدخل اول حاجه اللي هي required اللي هي لازم ادخلها، ما ينفعش ما ادخلهاش دي. بص دخل لي اسمي، حط لي الديفولت فاليو بتاعت كل حاجه تانية. طيب تعالى ادخله بقى ليه الاوبشنال، تمام؟ دخل لي ايه الاوبشن. طيب اللي بعد كده ايه بقى؟ اللي بعد كده لما اجي ادخل بقى ايه الجندر وادخل الايدج، دول ما الترتيب مش بيفرق فيهم خالص، الترتيب مش هيفرق معاك نهائيا. كل القصه هنا ان انت هتيجي تقول له ايه، انت مثلا عايز الايدج، تمام؟ فتيجي تكتب له ايدج، تمام؟ وبعد كده بتقول له الفاليو بتاعت الايدج، هقول له مثلا 10، تمام؟ اهو 22، حلوين 22، وقول له انتر، اهو حط لي الايدج 22. فمش فارقه معايا ترتيب، اهو بص ممكن اجي هنا اقول له ايه الجندر هنا،
لا ده انا هوريك حاجه مدهشه تاني اكتر من ايه، من الجن. واجي اقول له هنا ميل مثلا، اهو. فالترتيب مش بيفرق في دول، لازم تقول له الاسم بتاع البرامتر والقيمه بتاعته. طبعا لو دخلت يعني مثلا دخلت ريت سترينج هيديني ايرور، اهو اداني ايرور. طبعا هي اداني الايرور انبوت نمبر اللي انا كنت قايله له. طيب ايه التاني؟ وهنا برضو ميل، مفروض لو انا اديته حاجة غلط اديني برضو ايرور انبوت ريندر. طيب السؤال بقى اللولبي، افرض انا اديته الجندر دوت غلط هيعمل ايه؟ اديته له جي، هيدي لك برضو جندر، تمام؟ هينفذ برضو كأنك كاتب كلمة جندر هنا كاملة. ليه؟ لأن هو عنده برايورتي في موضوع الانبوت. يعني ايه برايورتي؟ يعني مثلا انت مديله حرف، الحرف دوت بيجي يشوف هل في انبوت عنده متسجل بأول حرف فيه بالحرف ده، فبيلاقي اه. طب في انبوت تاني متسجل برضو بالحرف دوت، بيلاقي اه برضو. فبالتالي بيبتدي يدور على تاني حرف، شوف مثلا انت كاتب تاني حرف وهكذا. فانا عندي ايدج بدأ بايه، تمام؟ فما عنديش غير الجندر هي اللي بدأ بجي، فبالتالي هياخد ديت كايه، كأنها جندر. يعني الجي ديت مناظرة لكلمة جندر، اهو عملنا نفس الكلام اللي فات. نفس الكلام بالنسبة لكلمة ايدج، لو انا جيت شلتها مثلا قلت اي جي مفيش اي مشكلة، اهو عادي خالص. قلت له ايه بس، عادي جدا، ايه المشكلة يعني، تمام؟ بس طبعا ايه يعني، هي موجودة، مش هتضرك في حاجة، تمام؟ بس هو يستحسن اللي بيجي يدخل البيانات يكتب الحاجة كاملة، عشان انت ممكن يبقى عندك كذا حاجة فيها جي، ويكون مثلا كاتب حرف جي واحد وعندك كذا حاجة بتبتدي بحرف الجي، فهو انت ما عندوش حاجة تانية يتشك عليها، تمام؟ فده بالنسبة لإيه؟ للفانكشنز. آخر حاجة بقى عايز أقولها، أنا كده خلصت يعني، ما عادش في حاجة تانية تتقال. آخر حاجة بقى عشان إيه نبقى خلصنا الكلام ده كله، اللايف فانكشن. اللايف فانكشنز ما فيش فيها شرح، يعني هي ما فيش فيها شرح نهائي، هي نفس الكلام اللي كنا بنعمله قبل كده في اللايف سكريبت، تمام؟ بس الفرق إن أنت هتكتب إيه، فانكشن هنا، يعني كلام فاضي. سيبك تحمل شوية. اهو نفس الكلام اللي فات، مفيش فيها اي جديد، فما فيش فيها شرح، تمام؟ اللي انا قلته في اللايف سكريبت هو اللي اتطبق ايه في اللايف فانكشن ده. كده ايه الفيديو بتاع النهارده، وده فيديو مهم جدا.